بقول له ست نقيب سيد ده تتذكر عمل له ايه؟ ايه؟ ايوه ده لما عبرنا احتلينا النقطة القوية، احنا هاجمنا النقطة القوية والنقطة المسحورة. اما هاجمنا النقطة القوية مش قادرين ندخل جوه النقطة، لان سلاديب وحاجات غريبة جدا متاهة. قوية. فطلب المدفعية تضرب النقطة دي واحنا عليها. قال مع أول طلقة في البتاع هنقتحم كلنا، وعملنا كده واقتحمنا وخدنا أسرى كتير جدا، عاملناهم أحلى معاملة في الدنيا. رفضت تكريم السفارة الإسرائيلية حقيقي؟ آه ازاي؟ يعني أنا عايز أعرف هم استأجروا يكلموك ازاي؟ عامل دور السفير، وبعد الفيلم ليه تليفون ناس دي غريبة أوي. السفارة عايزة تكرمك وبتاع. تليفوني جال حضرتك ازاي؟ قلت لهم لا ما ينفعش، اه ما ينفعش. اه انت كنت شايف المكالمة دي وانت بتعملها؟ انا شايف المكالمة دي وانا حاربت، اه صح، انا حاربت عشان الارض دي، حاربت عشان جزء من مصر. ده سينا دي غالية ماشي. عليا بشكل لا يتخيله عقل. قلت لي الشغل كنت بشتغل كتير كنت وخدني من بيتي قوي، اه كلمني بقى عن الجزء ده. حضرتك اب لكام ابن وابنه؟ انا اب لثلاث بنات. بسم الله ما شاء الله، اه بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. والزوجه بقى احتوت